وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بداية يعني نلقي الضوء على أبرز ما تناولته ورشة الشباب في عالم ما بعد الجائحة، حيث أنه يعني موضوع العصر. أي فندم، إزي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم، تفضل. أيوة تفضل يا فندم. النهاردة طبعا بدأت ورش العمل في منتدى شباب العالم. أنا كنت مشارك في ورشة عمل عن بتتكلم عن تأثير فيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة 17، وإزاي هي أثرت وزودت وأثرت بالسلب على الأهداف التنمية المستدامة. نعم. وعملنا ورش عمل، قسمنا 7 مجموعات، وكنا بنتكلم عن إزاي تأثير كورونا على أهداف التنمية المستدامة 17، الفقر والتعليم والصحة والصناعة و17 هدف كلهم. طيب الافكار اللي خرجت بها هذه الورشه التحضيريه، والى اي مدى يعني بتلائم التحدي الذي نحن امامه؟ احنا اتكلمنا النهارده بمنظور دولي ومنظور شبابي، ازاي ان احنا الشباب يبقى ليها فكر وان احنا نقدر ان احنا نحاول نعالج التاثير السلبي على اهداف التنميه المستدامه، وازاي ان احنا محتاجين ان نشوف افكار جديده ونشوف افكار بقى نعالج بيها الاثار السلبيه اللي حصلت. وخرجنا بشويه توصيات كده على بعض الاهداف ديت، وبكره ان شاء الله هنكمل بقيه الاهداف 17. يعني هتكملوها في نفس الموضوع بالسياق؟ بالظبط. طيب من خلال يعني وجودك في شرم الشيخ ومتابعتك لكل ورش العمل بعناوينها، الى اي مدى بتراها بتلائم متطلبات العصر والتحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي؟ لا بصراحه الاجنده بتاعت المنتدى السنه دي كانت اجنده كلها دسمه جدا، بتتكلم عن كل المواضيع اللي على الساحه، المواضيع الرقمنه والتطور التكنولوجي، الموضوع المياه، موضوع التنميه المستدامه. كانت شملت بصراحه الاجنده والورش اللي كانت شغاله حتى على في نفس التوقيت بتاعنا، كانت شامله كل المواضيع والمناقشات المطروحه حاليا على الساحه الدوليه طبعا. مدى تفاعل الشباب مع هذه الورش، كيف رصدته؟ انا كنت شايف بصراحه النهارده يعني شباب من كل دول العالم، ممثلين من كل الدول شرقها وغربها واوروبا وافريقيا، كل الدول بكل الالوان كانت مشاركه النهارده. في تفاعل كبير وابدوا يعني اعجابهم على طول المستمر بالمنتدى، وان المنتدى بيقدر يلم كل الاشكال من كل المجتمعات شرقا غربا. بصراحه المنتدى النهارده التفاعل كان، يمكن لما ورش العمل يمكن اول يوم النهارده كان التفاعل كان قوي جدا من اول يوم، عشان كده في دي ورشة امتدت لتاني يوم كمان. أستاذ أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.